السلام عليكم ورحمة الله الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اللي كيتسناوها بزاف الأخوات، بالأخص اللي سولوني في الخاص على هاد الماكينة ديال الصابون اللي ديجا شاركت معكم فيديو فاش شريتها. كنعتذر بزاف على التأخير لأن كنت حطيت فيديو قصيرة، ولكن ضروري الحاجة ملي كتبغي تعطي عليها معلومات دقيقة وصحيحة ضروري خصك تجربيها وتجربيها، باش هكا كتكتشفي نهار على نهار شنو هما المميزات ديالها شنو هما العيوب ديالها. وكنجاوبني أسئلة بزاف ديال فين ركبتيها، كيفاش ركبتيها، واش كتخرج الحوايج، واش اقتصادية، شنو هما المميزات اللي فيها، شنو هما لي ديفو اللي فيها. هادشي كله إن شاء الله غادي نشاركو معكم في هذا الفيديو، وهادشي كيبغي الوقت يعني ديال التجربة باش هكا نبارطاجي معكم شي حاجه صحيحه. فما تمشيو فاين، بالنسبه للناس اللي كيهمهم الامر مرحبا والف مرحبا، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو، والاشتراكات ديالكم لما لا، هكا باش كدعموني نزيد نحط فيديوهات اكثر، وفين ما جربت شي حاجه نبارطاجيها معكم. هذا هو الهدف ديال القناه. اذا ما تمشيو فاين، بقاو معايا، مرحبا بكم. على بركة الله نبدأ معكم. أول معلومة هي فين ركبت هاد الماكينة. ركبتها أنا في البالكون بحكم أن الحجم ديالها كبير، وفي الجناب ديالها طولة، ما نقدرش نحطها في الدوش لأن ممكن تصدي. بالنسبة للبنات اللي باغين كيسول واش كاين البلاستيك، اه كاين البلاستيك، ولكن لي مارك وحدين أخرين، وأغلبية كتلقاو الصغار اللي صغار في الحجم هما اللي كيكونوا بلاستيك. وصراحه لقيت حتى الكبيره بلاستيك، يعني نتوما قلبوا الناس اللي باغيين يديروها في الحمامات يقلبوا على البلاستيك. بالنسبه لفين برونشيتها في البالكون، يكفي ان يكون عندكم المصدر ديال الماء منين تجبدوا الماء، وقرقارة اعزكم الله في كيف ما بغات تكون، في لافابو، في الارض، فين ما بغات تكون. المهم هنا المعلم حنا راه خدا لنا الماء من، شوفوا انتوما شوفوا غير البارد، لان لا ماشين عندي فيها غير التيو ديال البارد، كاين اللي فيها حتى السخون، انا بغيت غير البارد. انا صراحه انا دائما ملي اختي هاد لا ماشين المبدا ديالي هو انني نتهنى من داك العذاب ديال الماكينه العاديه، شللي لي وعاودي شللي لي وحيدي الحويجات وداكشي كله ما بغيتوش. بغيت لا ماشين اللي دير كلشي راسها، تخرج لي حويجات ناشفين نقايه، الله يجعل شي بركه، لان لي ماشين اللي كيكونوا فيهم داك لي زوبسيون واو هذا تيكونوا غاليين، وكاين اللي كيتشكى ثاني كون كتخرج الحوايج، وكاين يعني كل واحد وشنو. انا ما بغيتش نغامر لان كيكون الثمن ديالها غالي، قلت انا بارا كنقضي بهذه ومن هنا نجربها ونفيد البنات، تيجي بالله الرزق ثاني وياخذ بنادم حاجه اخرى ثاني ولا حاجه ما احسن. المهم بالنسبه للماء هو هذا، ركب لنا هذا الروبيني، هذا كناخذيناه من دروغري، كتحل كنخليوه محلول على طول الوقت، يعني ما كنسدوش كيف ما كتشوفوا، ها هو راه محلول مبرونشي. بالنسبه اللي عندها عندها شي واحد في الدار اللي هكا عنده مع البريكولاج وعندها الماتيريو في الدار، غير ركب هادشي راسو، يعني ما يحتاجش المعلم لانه ساهل، داكشي كله ساهل فيها. راه كاين دي فيديو اللي كيشرحوا كيفاش تركبي، راه ساهل، راه ممكن غير مرا الا عندها هذا الماتيريو في الدار غتركبها راسها. بالنسبه لهذا التيو ديالها، ها هو انتما سمحوا لي مدببة، ها هو انا راه درتو. الناس اللي ديجا شاهدوا الفيديو ديال الكوزينه جوله في المطبخ، كنت قلت لكم على المشكل اللي وقع لي، كنت باغا لا ماشين اللي عندها الباب هكا في الوسط، ولكن المعلم كان دار لي مشكل ما لقاتش فين ندخل، فالبرونشمون ديالها بقى في بلاصتو، هو هذا اللي برونشيت فيه هاد التيو ديالها، هو هذا كيحبس في داك في كاين هذيك البلاستيكه، كنعتذر على الصداع على الشارع. المهم ديك البلاستيك هذاك هو الحد ديال التيو اللي كيجي مع لا ماشين، هادشي اللي بقى خديناه حنا. ما قدرش نقول لكم اقيلا 25 درهم من المتر ونص، متر ونص اقيلا 25 درهم، ها هو هذا. معنا البالكون عندي ما تندخلش الا الا كنت باغا نهز منه الدقيقه باش نعجن ولا باش نصبن، صافي هو هذا، هو داخل في الكوزينه، داخل البرونشمون ديال لا ماشين اللي كنت باغا ندير اللي عندها الباب الوسط، يعني مبرونشي فيها، ما تنحتاجش نهائيا نقرب ليها، حتى كنجي كنلقى الحويجات تصبنوا سالوا. بالنسبه للبرونشمون هو هذا، وهنا البنات انا جمعت الحويجات ديالي اللي غادي نصبن. المهم البنات نصيحه نصيحه، اي نوع من الماكينه بغيتوا تصبنوا فيها قلبوا الحويجات مزيان قبل ما تحطوهم في الماكينه، كيف ما بغات تكون، يعني كيف ما بغات تكون راه كتعتق، سواء تكون عاديه هادي ولا اللي عندها الباب الوسط. والحويجات اللي كيكونوا في الجياب بحال الصرف، ممكن يكون ساروت، ممكن يكون مسمرات، هكا الوليدات كيحطوا اي حاجه في جيابهم ممكن يخسروا لكم الماكينات، لهذا قلبوا مزيان قبل ما تحطوهم. وكي بعد ما كنساو الفلوس، يعني هكا كيكونوا اوراق
المهم انتما كي كتشوفوا بالنسبه للطابليه غنجرب حداكم. شوفوا الطابليه ديال الوليدات كيفاش كتكون، راكم عارفين الوسخ ديال الوليدات الصغار والطابليه ديالهم ديال المدرسه. انتما غير باش نوريكم النتيجه من بعد. المهم انا راني قلبت الحويجات كاملين، غادي نحطهم وغادي نجرب معكم نشغلها حداكم باش تشوفوا الطريقه. وهنا غادي نخدمها معكم. حاولت ما امكن انني ندرك شويه الشيع ديال الشمس في البالكون. هنا الحويجات راني قسمتهم على جوج، من بين الاسرار اللي كيخليو لا ماشين ديالكم تبقى خدامه مده طويله، يعني ما تخسر ما والو والحويجات يخرجوا نقايه، هي انكم ما تدكسوهاش، ما تعمروش لا ماشين فوق القياس. المهم انا هنا غير كيبان لكم منفوخين، راه باقيين غادي ينزلوا مني غادي نخبي عليهم الماء. قسمت على جوج، يعني غندير جوج تصبينات. بالنسبه لهاد البارتيه هادي راه كندير فيها المسحوق، انا صراحه ما تنديرش المسحوق هنا، تنديرو مباشره، ما تيبقى لا في الحوايج لا حتى شي حاجه، من هنا كيدوز الماء. بالنسبه للضوء البنات، الضوء انا عندي الضوء في الكوزينه فدرته في لارونج كما كتشوفوا هنا. هادو غير البرودويات اللي كنصبن بهم. هذا دوسي، هذا دوسي صراحه زوين كيعجبني، كنخلطو مع ابي سي، ها هو لتحت المسحوق. كاين حتى جيل الا كنتو باغيين تاخدو، بالنسبه للناس اللي عندهم لا ماشين عندها الباب الوسط كيبغيو شي يديروا المسحوق. المهم انا كيعجبني هاد ابي سي، كنخلطو مع دوسي كيعطيني نتيجه زوينه. بالنسبه للمعطر، هذا المعطر اللي كنديرو في اخر التشليله، صراحه عجبني الغوز، الغوز عجبني على هذا. هما صراحه بزوجهم زوينين ولكن الغوز حسن من هذا. المهم نبداو على بركه الله. هنا كما كتشوفوا عمرت كاس ديال العنبه ديال المسحوق ابي سي، غادي نوضعو دابا فوق الحويجات كيف ما قلت لكم، وغادي نضيف عليه. المهم الطريقه اللي كندير انا، نضيف عليه دوسي، غندير جوج غليقات ديال دوسي. المهم هذه الطريقه اللي كندير انا. ها الاولى اقتصادي صراحه، انا كيعجبني ندير جوج غليقات وكنقتصد من الاخر، يعني هكا باش يجيوني متوازيين في المده، يعني بقاو لي بجوج واخا تطلع لي هنا غنمسحو من بعد. المهم هذه هي الطريقه، هادشي اللي تندير انا، وكيخرجوا الحوايج من داكشي. بامكانكم ديروا غير غليقه ديال دوسي كافيه. بالنسبه للمده اللي كيدوز لي انا هاد ابي سي، هاد المره خديت 4 كيلو ب 45 درهم و 3 كيلو كتكون ب 35 درهم. صراحه كنت خديت غير 3 كيلو، دوزت لي تقريبا شي شهرين ونص، لان انا بحكم انني تنصبن غير مره جوج مرات في السيمانه، ما تنكثرش. بالنسبه للناس اللي كتصبن كثر راه هذاك عاوتاني حاجه اخرى، هي ودوسي يعني، وتقريبا سالي لي دوسي قبل منها لان كنستخدم دوسي ربما اكثر من ابي سي. المهم غادي نبدا دابا نشغل على بركه الله. وبالنسبه للتشغيل البنات قربت لكم باش تشوفوا مزيان، كنتمنى يكون واضح. بالنسبه للتشغيل كنضغطوا على هذه البطونه الحمراء، ها هي كدير لنا واحد الموسيقى. هذه الموسيقى كديرها في البدايه ملي كتشعلوها، وحتى ملي كتسالي التصبين كتعلمكم بهذه الموسيقى بانها راه سالت التصبين. المهم البنات نصيحه، ما تخربقوش في البروغرام، لانه الا جربتوا تخربقوا فيه وديروا داكشي اللي بغيتوا وطفوا وتشعلوا وقت ما بغيتوا راه كتخربق، يعني كتولي دير شي حويجات اللي انتم مثلا حتى كتسالي وكتعاود عاوتاني تشلل، كتسالات عاوتاني كتعاود تبروغرام على واحد 8 دقائق زايده. يعني انا هادشي جربت، حاولت ما امكن انني مثلا كتشلل ثلاثه ديال المرات، ما عرفتش واش كاع لي ماشين هكا ولا غير هادي. المهم كتشلل ثلاثه ديال المرات، حاولت ما امكن انني نقطع ندير غير جوج تشليلات، لان هذا عاده اللي كندير انا جوج تشليلات. حاولت انني نقطع في التشليله الثانيه، ما ديرش ديك التشليله الثالثه فولات كدير لي جوج تشليلات زايدين وحدين اخرين، يعني حاولوا ما امكن انكم تمشوا على بروغرام واحد. المهم اول حاجه كنختاروها هي هذا البروغرام، هذا ها هي بروغرام، هاد بروغرام كتختاروا وحده من هادو اللي هنايا، هاد الاختيارات اللي هنا كتختاروا وحده منهم. انا غالبا كنختار يا جينيرال يا ستوندار. بالنسبه للكويك كان هاد السريعه هادي، ها هي راه كاينه واحد السريعه هنايا، هذيك الا كانوا حويجات هكا بغيتي تحيدي منهم غير ريحه الماريو، يعني كانوا مطويين واحد الفتره بغيتي تديري فيهم هكا ريحه المسحوق وهذا، والمعطر كديري لهم ديك كويك، يعني كديري مده قصيره 10 دقائق
كتصبنيهم. بالنسبه لي انا غالبا كنختار جينيرال الا بغيتهم يتفركوا اكثر يعني مده اكثر بواحد 11 دقيقه زايده. بغيت انا يعني نصبن كتخرج كيخرجوا الحوايج بجوجهم، غير انا اللي بغيتهم يتفركوا اكثر. ستوندار عادي يعني 55 دقيقه ناقصه 11 دقيقه على جينيرال. انا غادي نختار ستوندار. هانتوما اللي اختاريتوها كتولي هي الحمراء، انا اختاريت ستوندار ولات حمراء شفتوها هنا. كما قلت لكم كتوفر لي على جينيرال 11 دقيقه ديال الوقت. بالنسبه لهذا الاختيار ديال البروغرام الاول، هذا الاول ديال البروغرام. هنا هاد البوطونه الثانيه هادي ديال التنشيف بالهواء، يعني نتوما كتختاروا التوقيت ديالو. مثلا ما نشفوش لكم مزيان بغيتهم ينشفوا اكثر من هكاك وهي كتنشف مزيان، غير بغيتو تنشفوهم اكثر من هكاك كتختاروا التوقيت من هنا من هادي، كتختاروا التوقيت اللي بغيتو، واش 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق، نتوما كتبغوا شحال بغيتوها تنشف اكثر. هنا عندي الماء، الماء انا اللي كنختار مع ستوندار على حساب الحويجات اللي انا دايره. دابا غادي نختار، غالبا غنختار 4، ما بين 3 4 هادشي اللي كنختار هكا باش ما يضيعش لي الماء. هنا بقى لي اخر اختيار، واش بغيت ترقاد. هنا هما عندنا هاد الاختيارات هادو اللي هنا الا كتشوفوهم، واش بغيت ترقاد وتصبين وتشلال وتنشف، اولا بغيت غير تصبين وتشلال وتنشف، يعني كتختاري داكشي اللي بغيتي. انا غادي نختارهم ب4. نصيحه اللي عندهم نفس لا ماشين يختاروا حتى الترقاد، هو اللي كيخرج الحوايج. بالنسبه للتصبين وتشلال وتنشاف هادو كتختاري هاد الثلاثه الا كانوا حويجات ما مطبعينش بزاف، يعني حويجات نقايه هكا فيهم غير طبيعه خفاف هكا تحيدوا دغيا. اما الا بغيتو كان عندكم طبيعه هكا الطبيع يكون صعاب وبغيتوهم يتحيدوا 100% اختاروا الترقاد. انا دائما صراحه كنختار الترقاد. ها هما ب4، شعل الضو فيهم ب4، كنتمنى يكون واضح. واي مرحله كتكون كتخدم كتبقى تسيني، بحال دابا انا غادي نبدا الترقاد غتبدا تسيني، هي اللي غتبدا تسيني والاخرين غادي يحبسوا حتى تنتقل للمرحله الاخرى عاد تبدا تسيني عاوتاني وتطفالي هذيك الطرقات. صافي يعني راه سالات، كيتحيد من هاد الضو الاحمر مره يعني صافي راه سالات هذيك المرحله. المهم ندوز باش نوريكم كيفاش غادي يطلق الماء. وهذا هنا كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم هي اختارت لي 55 دقيقه شفتوها، نتمنى تكون واضحه على حساب الشيع. هي 55 دقيقه شفتوها ستوندار 55 دقيقه 4 في النيفو ديال الماء. اختاريت ترقاد وتصبين وتشلال وتنشف. الا اختاريتو جينيرال غتعطيكم 66 دقيقه. اذا منين كنخدمو صافي، ملي كنساليو البروغرام ديالنا كنخدمو من هاد بلاي الزرقاء، ها هي هاو غيبدات تطلق الماء. هي نورمالمون هنا كيدار المسحوق هاد البلايصه هادي، لانه منو كيتخوى الماء انا ما غاديش ندير المسحوق هنا، كنديرو مباشره هنا. صافي غادي نخليها تعمر الماء، وملي غادي تبدا ترقد شنو كدير في الترقاد؟ كتميلونجي لكم الحويجات مع المسحوق ديالكم وكترتاح واحد شويه، كتفرك واحد شويه وكترتاح واحد شويه. ملي كتسالي هاد المرحله ديال الترقاد كيدوز التصبين كتبقى تفرك طول الوقت. صافي هادو هما الخدمه ديالها، نوريكم كيفاش كتصبن باش الناس اللي باغيين يعرفوا الطريقه. المهم البنات هي بدات كتصبن كما كتشوفوا، هذه هي الطريقه ديالها في التصبين. لافونتاج اللي فيها انك الا نسيتي شي حاجه كتقدري تلوحيها. هنا بالنسبه لهنا حبسات، تنظن خاصها الماء، هي اوتوماتيكمون كتزيد الماء راسها كما كتشوفوا، يعني حسات براسها خاصها واحد شويه الماء. هنا بالنسبه كما قلت لكم تخليو باب مفتوحه ماشي مشكل. في التنشاف عفوا هو اللي ما خصكيش تخلي الباب مفتوح، خاصك تسديه لان كتبدا تسين كتبدا تغوت كتبدا دير واحد الصوت. اما هنايا تقدروا تخليوها مفتوحه ماشي مشكل. هادشي اللي كاين غنخليها حتى تصبن ان شاء الله، ونبارطاجي معكم يعني طريقه ديال التنشاف الصوت ديالها واش كتزعزع ولا لا. هادشي كله ان شاء الله تبقاو معايا. هنا لا ماشين راه سالات التصبين بالنسبه للتصبينه الاولى. واحد التساؤل كيجي حتى هو الحويجات واش كيتخبلوا في وسط الماكينه. بصراحه كيتخبلوا كما غتشوفوا دابا، غنهز لكم ها نتوما شوفوا، كنحلهم عادي كما كتشوفوا هانتا، انا كنحلهم عادي جدا ما عنديش مشكل فيهم.
المهم هذا غير باش تكونوا عارفين. بالنسبه للحويجات اللي كنت وريتكم باش تشوفوا كيفاش كيخرجوا. المهم بالنسبه للنشوفيه ناشفين ناشفين، بغيتو تزيدو تنشفوهم كثر كتنشفوهم كثر. بالنسبه لهذا السروال كنت وريتكم فيه ستيلو، هانتوما ما بقاش فيه حتى حاجه، نتمنى يكون واضح. هانتوما داك السيلو اللي كان وداك الطبيعات اللي كانوا فيه، هانتوما ما بقات حتى حاجه. هانتوما بالنسبه للطابليه، الطابليات ها هما الكميمات اللي كيكونوا مكرفسين بزاف، نتمنى يكون واضح. هانتوما بلاتي نشوف عاوتاني الطابليه اللي وريتكم، شوف غير الطابليات اللي وريتكم. هانتوما بالنسبه للناس اللي كيقولوا ما كتخرجش، هانتوما الكميمات هما اكثر حاجه كيتكرفصوا. هانتوما هادي راه صباغه، صباغه ولا ما كتحيدش، ديما كتكون عندي في الطابليه ماشي طبعه، شي فوتر ولا ما عرفت شنو داكشي قاس ولدي اصلا، راه قيس الطابليه ديالو بالفوتر. المهم هو ان الطبايع ما بقاوش، الحاجه اللي ما كتحيدش هذيك راه باينه. بالنسبه كنت وريتكم هذا الكول، هانتوما غير دابا حيت مكمش ملي كينشف راه كيبان اكثر، ما عرفتش واش باين ليكم، نتمنى يكون واضح. بالنسبه قميجه واحده اخرى كنت وريتها لكم حتى هي ها هي، يما هادشي كله غير باش تاكدوا بان هاد الطريقه باش كنصبن انا كتخرج الحوايج غزالين. هانتوما حتى هذه راه كانت مطبعه من الكول، صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للنشوفيه راهم ناشفين كما كتشوفوا معايا ناشفين. المهم هادشي اللي كيخص بالنسبه للتصبين، ما عرفتش واش وريتكم ثاني شي حاجه اخرى. المهم هاد الطابليه، الطابليه بيضاء، هانتوما شوفوا اللون كيفاش كيخرج، يعني بلا جافيل بلا حتى شي حاجه، ها هي هانتوما حتى هادي راه كانت مطبعه، حتى هادي كنخدم بها انا. بالنسبه للحويجات البنات شهاده كتخرج الحويجات، ما تخربقوش في البروغرام لانه كيمكن تبدا يعني حتى كتقرب التالي كتعاود دير واحد 8 دقائق ولا 10 دقائق زايده، لهذا ما تخربقوش. حاولت ما امكن انني انيفيتي دوك ثلاثه ديال التشليلات، يعني جربت انا بعدا قبل منكم حتى شي تجربه ما نجحت معايا، بالعكس غير كيتخربق لي البروغرام، لهذا نتوما ديروا بروغرام واحد بقاو تمشيو عليه. واحد تساؤل البنات عاد بغيت تفكرتو صراحه حتى الليل عاد تفكرتو، هو الخمله. كنت كنشوف تساؤلات على الحويجات كتكون فيهم الخمله، الخمله علاش؟ لان عندنا هاد البارتيه هادي كما كتشوفوا هنا، ها هي هاد البارتيه هادي كيتجمع فيها الخمله، هي هاد الفراكه هادي ها هي كتكون داخله بهاد الشكل، هذا تكون داخله بهاد الشكل، ها هي هادي فراكه وفي نفس الوقت كتجمع الخمله، كيدخل الماء ديك الخمله اللي كتبقى محبوسه تما. الا عمر ليسباس، الا عمر هنا كتكون هنا لاصقه هنا الخمله لداخل هنا في هاد البارتي ديال الانوكس، ها هي وهنا انا نفتح لكم باش تشوفوا من هنا، ها هي هنا كتلقاو الخمله هنا، كتلقاوها عامره هنا، يعني خاصكم من فتره لفتره يعني من تقريبا ثلاثه تصبينات بحال هكا تغسلوهم، غسلوهم ونقيوهم باش هكا الخمله تلقى لي سباس فين غادي تجمع هنايا. انا بالتجربه هذه ملي عمرت لي بالخمله ما ديتهاش فيها، داك التصبينه خرجوا لي الحوايج عامرين بالخمله، فجاني تساؤل كيفاش حتى جاوا عامرين بالخمله. ملي كنقلب هاد البلاصه هذه كنلقاها عامره، يعني ما كاينش لي سباس فين غتجمع خمله جديده، عندنا هنا وعندنا حتى في الجنب الاخر، عندنا الفراكه من تما ومن هنا، يعني بجوجاتهم خاصكم تردوا لهم البال. وكاين اللي ماشي اللي كيكون فيها اربعه، يعني الا كانوا باربعه كيتحيدوا حاولوا تغسلوهم باربعه، وهذا الشيء اللي كاين، وهذا الشيء اللي كاين البنات. هذا هي الفيديو ديالنا اليوم بالنسبه للمعلومات اللي عطيتكم، لا ماشين كتخرج الحوايج بهذه الطريقه اللي وريتكم، كتنشف الحوايج مزيان. بالنسبه للاقتصاديه ولا ماشي اقتصاديه،
بالنسبه ليا انا عادي جدا. ضروري ملي كتزيدي واحد لا ماشين راه كتزاد واحد القدره ديال الفلوس، ولكن ماشي شي ثمن اللي هو كيصدم، يعني 10 درهم 15 درهم على المعتاد ماشي شي حاجه، مع العلم ان الضوء والماء كيتحكموا فيه حوايج واحده اخرى. ممكن واحد الشهر تكوني استهلكتي الماء بزاف، صبنتي الماناط، صبنتي الزرابي، او لا تداوش بزاف، او لا بالنسبه للضوء كتستخدمي دي ماشين وحدين اخرين، كاين كونجيلاتور، كاين ثلاجه، كاين العصارات ديال العواصر، كاين ديال الكيك، كاين دي ماشين اللي كيهلكوا الضوء، تيكون الواط ديالهم يعني ناقص بزاف، كيهلكوا لك الضوء بزاف. المهم بالنسبه لي انا عادي جدا، ما بين الماء والضوء عادي جدا. بالنسبه للسيكوريتي، الا كانوا عندك وليدات وخفتي لا يبقاو يخربقوا لك في ليتوش، فعندك هنايا واحد هاد التوش ديال الماء وهادي ديال الساعه، الا تغطي عليهم في نفس الوقت راه كتسيكوريزي لك لي توش، واخا يجي الوليدات الصغار يبقاو يخربقوه ما عندهم فاش يخربقوه. وبالنسبه الى كنتي خارجه او لا عندك حويجات وحدين اخرين لقيتيهم بغيتي تضيفيهم، والماكينه بدات كتصبن وانت بغيتي تحبسيها باش ما تافونسيش هكا في الوقت وفي التصبين، بغيتي توقفيها على ما تجيبي الحويجات او لا تخرجي تقضي شي غرض، خايفه لا تخلي لا ماشين خدامه، كتقدري تضغطي على هاد الزرقاء كدير بوز، يعني فين ما خليتيها كتبقى واقفه حتى كترجعي كتعاودي تضغطي على الزرقاء كتصبن فين خليتيها كتكمل، وما تضغطوش على الحمراء الاركومينا، تضغطوا على الحمراء راكم كتطفيوها بالمره، كتعاودوا تشعلوها وتقدروا البروغرام من جديد. اما الزرقاء غير كدير بوز كتخلي البروغرام ديالكم كل شيء كيف ما هو. ونصيحه اخرى، الا بغيتوا تحافظوا على الماشين ديالكم لمده اطول، ملي تكون عندكم بزاف ديال التصبينات دائما ديروا واحد الفرق ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه ما بين تصبينه وتصبينه، هذه نصيحه. وبالنسبه ملي كتساليو التصبين في مره كتمسحوها وكتخليوها مفتوحه هكا حتى كتنشف من الداخل عاد كتسدوها. المهم هادشي اللي كاين، هادو هما النصائح اللي نقدر نفيدكم بهم، و الا نسيت شي حاجه كنعتذر خليوها ليا في لي كومونتير اكيد غادي نجاوبكم عليها. ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا، بالاخص الناس اللي كيهمهم الامر واللي باغيين ياخذوا هاد لاماشين، اولا اللي عندهم وباقي ما عارفينش ليها، اولا كيستخدموا غير دوك ثلاثه ديال لي زوبسيون ديال التصبين والتشلال والتنشاف ما كتخرج ليهمش مزيان. حتى انا في الاول النتيجه صدماتني لاني خدمت غير دوك ثلاثه ديال لي زوبسيون، ما عجبتنيش النتيجه بزاف، جاوني الحوايج بحال اللي مضببين بحال اللي ما عجبونيش. فملي درت الترقاد ارتحيت الحمد لله، عجبتني النتيجة. هاد الشيء اللي بغيت نوصلو لكم، ونتمنى تستفدوا معايا. وصلنا لنهاية الفيديو، ما سخيتش بكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم، إلى اللقاء.